بدي اياك تحكي لي عن امثال اردنيه بتضحك. ايش تعرف امثال بتضحك؟ طب الجرعه لتمها بتطلع البنت لامها، اللي بالطنجره تمها بتطلع البنت لامها، شو اسمه خد من التل بيختل، تيتي تيتي مثل ما ريحتي مثل ما جيتي. في مثل اربداوي باتون بي عندنا لحفه، باتون بي عندنا لحفه. طب انا من اربداوي اول مره بسمع فيه. باتون نام عندنا بي عندنا لحفه، في عندنا لحفه عندنا حرمات. ربطت الدنقي بالشجره يا خال ورجعت لقيته مليان عيال. هذا عقباوي. على قد لحافك مد رجلك. طب الجرعه تمها بتطلع البنت لامها. تلتين الولد لخاله. بنات من جذور العمات. بنات من جذور العمات. عدي لحافك مد اجريك. في لسانك حصانك، اذا صنت صانك، اذا خنت خانك. حلو. خبي قرشك الابيض ليومك الاسود. بس انا حاسه زعلانه. انا مش زعلانه. ايوه اضحك هيك. طيب بدي اسالك كلمات باللهجه الاردنيه. ذاوي. ذابله. ذابله. لا. 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 ذاوي. والله هذا الزلمه ذاوي كثير. احنا متعودين على انه مثلا هاي الورده او هاي الشجره ذاويه، يعني انه ذبلانه. لا هاي انا بحكي لها معناها شيء ثاني. على فكره هاي كلمات اردنيه. كلمات. هذا شاب كثير ذاوي. كثير حلو معناته. او كثير فهمان. هي شيء كثير بس مش يعني مش مش فهمان كثير، او كثير نبيه مثلا، او كثير جوعان. ذاوي يعني ميت من الجوع. يا سلام. والله اول مره بعرف. يعني لحد هلا ما حدا عرف المعنى الصحيح للكلمات. هلا احنا قدرنا انه ناخذ امثله، في امثله غريبه وامثله حلوه، بس اغلب الامثله عم تتكرر. احنا لساتنا عم ندور على ناس تعطينا امثله جديده تعرف الكلمات. خلينا ندور. يلا يا عبود، شو يعني كلمة ذاوي؟ ايش؟ ذاوي. ذاوي؟ لا ما بعرف. اعطيني اياها بجملة. هاي الجملة أول مرة أسمعها. هي كلمة وليس جملة. جوعان. 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 بيكون ذاوي من الجوع، يعني إنه جوعان. ميت من الجوع. طب هدول الناس كثير ذاويين. مزعجين؟ لا. شو يعني كلمة اجبد؟ اجمد. لا اجبد يعني اشي كتير منيح هيك. اجبد. اجبد. والله انا فاهمة بس بدي وصف. ايوه اجبد. طب اجبد. اجبد يعني اعطيها. لا مشيها. لا اجبد قطعة. يعني هاي وربت كلمة اجبد. 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 والله بعرفها هذه. لما بكون معي زبون والله انا مش عارف شو بصير موقف الاكشن، بقول اجبد. انت هاي الكلمه بنحكيها احنا، كلمه اجبد. اجبد تسمع شغله عرفت كيف؟ تعجبك 100%. أيوة. اجت معك اجبد يعني زي كان واحد كيف تقول. ايوه ايوه ايوه, أيوة. اجبد يعني اجبد اعطيها، هي بتتحكم على الموقف. هلا اذا ما عرفتيها تخيلي ايش معناها. بحب اتصور هيك اشياء. شو يعني كلمة اجبد؟ اجبد؟ العب. ايوه حلو. اجبد هيك بيحكوها. اجبد يعني اعطيها. وهد؟ لا بعرفهاش يا بصراحة. لا بعرفهاش. لك ساعة بتضرب امثال وبتحكي اشياء غريبة بعمر ما بتعرف. وهد. واحد يعني؟ وهد. وفد؟ لا وهد. يا بنت ضبي الوهد. كلمة وهد. يا بنت ضبي هالوهد. الفراش. ها هيك. ما انت لو تارك التليفون ومركزه معي، لو انها تارك التليفون ومركزه معي فشو كان جاوبت. عيد الجاكيت، عيد اللي خابنا اول وجديد بقلب قوي. ردت فعلي مبينه مبينه. بيطلع دخان مني. الفراش. ايوه الفراش. اول حدا بيعرف الكلمه. الحرامات. برافو. طنجره. السفره. لا الفراش اللي بيعملوه. اخيرا حدا عرفها. طب الفراش. ايوه وهد الفراش. طب الاحرامات يا تالا. والله كنت احكي لك الاحرامات. لا احكي.